إذا أخي المتتبع الكريم سلام الله عليكم، تحية وهذا المرة من الرباط، تحية الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر، كل قلوبنا مع الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر. قبل ما نبدأ هذا البرنامج نتمنى دعواتكم بالرحمة والمغفرة للشهداء، رصاص الغدر، رصاص الجارة للأسف الشديد أصبحت بعض التصرفات صبيانية من حكومة نشكيك في السلامة العقلية ديال من يترأسها. الله يهدي الجزائر ورحم الله هذاك الشاب المهاجر. دائما مع المهاجرين، واليوم كنشوفوا مهاجر مغربي ساكن في فرنسا خلقوا ولاده فبرشلونة الله أعلم، وصدق هذا السيد غادي يديهم لفرنسا وغادي يكبروا ويسالي وغادي يفرح بوليداته وغادي يبغي يجوجهم، ونهار غادي يختار العروسة لولده وغادي يختار الناس ويعيط ويكري القاعة مش يدير القغط، وهنا غادي يطيح في تعقيدات اللي كتعيشها اللي كيعيشوها مجموعه ديال المغاربه، وخاصه في بعض القنصليات اللي تنتمناو من الاغلبيه في الاعضاء ديالها والموظفين ديالها والمستخدمين اعاده الاستماع للخطابات الملكيه، وخاصه في العيد الوطني ديالهم. مازال تنعرفوا الاخواني في ايام كورونا، حيت كنا كلنا اخواني كنعيشوا كابه، وكنا تنقولوا راسي يا راسي الخير ديال الجاليه المغربيه والتضامن ديالها والدعم ديالها المادي والمعنوي في زمن المحنه. وهنا كانت قنوات خارج في العالم تحدثت السخاء ديال الجاليه المغربيه والانسانيه ديالها، مما يثبت بان الواحد واخا تيخوي بلاده ديما قلبو تيبقى في بلاده. غادي نشوفوا هذا من الجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر، قصه غريبه اللي ربما تعيشها المئات ديال المغاربه، هما التعقيدات الاداريه في بعض القنصليات. غادي نشوفوا هذه القصه الغريبه ديال هذا الاب اللي بغى يجوج ولده وغادي يصدق غير الفلوس اللي ضيع الاوراق باش يجوج ولده اكثر من فلوس العرس. صدق او لا تصدق، هذه رساله وتقرير بالصوت والصوره الى كل مسؤولين. كاميرامان غير خدمت انا، معليش. اذا اخواني هذه رساله بكل عفويه، غادي نخليو سي بغداد جا اليوم مسافر وتيقلب بكثرت، لان قال لك ماشي غير انا اللي عشت هذا المشكل، عايشينو بزاف ديال المغاربه. جا سي بغداد من مدينه الى مدينه هو تيقلب حتى وصل الرباط. علاش؟ قال لك بغيت نشوفك اخويا عقاوي. فها هما الاخوان، الحمد لله احترام متبادل بيننا وبين لا خدام الدوله ولا المسؤولين ولا الجمعيات، فتنتمنوا الرساله ديالك وصلت. تفضل. شكرا اخويا حميد، الله يحفظك. جيت من مدينه وجده اخويا حميد حتى الفاس، وحتى دابا حاليا معك في الرباط. اخويا حميد، انا عندي واحد المشكل، عندي واحد الولد ديالي زاد في الاسبان وسجلتهم في سجلتهم في الحاله المدنيه. عندي الحاله المدنيه، النهار اللي جيت باش غادي ندير نزوج الولد ديالي، مشيت باش غادي نجيب له الازدياد ديالو باش غادي نزوج الولد ديالي، وليت خسرت في الطرقان باش نمشي ونجي اكثر باش غادي ندير نزوج ولدي. شنو اللي وقع لك بالضبط؟ وبغيت انا باش نشرح. دابا انت صدقتي خلص الوراق غير باش تجوج ولدك اكثر من العرس تقريبا. اكثر من العرس. وتما راه الطرقان ما بين فرنسا واسبانيا. كنجي من فرنسا لاسبانيا كنضرب 600 كيلومتر وكنولي 600 كيلومتر. جيتي هالخوتك المغاربة. جيت ثلاثة د الخطرات لبرشلونة. وليت مشيت لمايوركا، سي قال لك عندك الدوسي ديالك في مايوركا. مشيت للقنصلية ديال مايوركا استقبلني. بلاتي المغاربة ما فهموش مزيان، عاود لنا من الأول. أنت كنتي في إسبانيا وعايش مع وليداتك في إسبانيا. إسبانيا. كمل زيد. خلقوا في برشلونة. خلقوا في برشلونة. مشيتوا لفرنسا أنت ووليداتك. مشيت لوليداتي. استمر. وقراو تما وكبروا تما، وصل لولدي لي وقت الزواج، مشيت باش نزوجو. الورق ديال الإسبان ما لقيتش المشكل، ولكن ملي مجيت للقنصلية، القنصلية اللي سيدنا كيوصي علينا وكيناشدنا وكيوصي علينا، من اللي خلط تمايا الصبت حالة المدنية فيه مسجل ولادي بثلاثة في الروجيست، ما كاينينش في الروجيست، وليت سجلتهم. نعم. من اللي سجلتو
ولاو تما قال لك الحاله المدنيه كاين في الروجيست ما كاينش، وكي غادي نديرو قال لك ما عندنا ما غادي نديرو. هذاك اللي كانوا هنا كانوا عندهم المشكلات في الدوسوات في الروجيست. غادي نقربوها للمغاربه من بعد ما انت كنتي في برشلونه، عشتي في برشلونه سنين، عشت في مايوركا، مايوركا تابعه للقنصليه، برشلونه. مشيتي قديتي وراك ملي ولدتو ولادك، علاش ما سجلتيهمش في القنصليه؟ 15 يوم سجلتهم. مزيان، انت كمواطن اديتي اللي عليك، اديت عليك مزيان. مشيتي سجلتي وليداتك 15 يوم مور الازدياد، كي كتهز الحاله المدنيه مسجلين فيها ولادك؟ واه عندي ما يتبي، وثانيه القنصليه وثانيه. واخا مشيتي لفرنسا، مشيت لفرنسا. سمعوا لي، ربما الجاليه المغربيه غتعيش بحال هذا المشكل، تيعيشوه بزاف، وانت نتمناو اعاده النظر وخاصه في هذا الشق القانوني. مشيتي لفرنسا، كملتي حياتك مع وليداتك؟ مع وليداتي. واش حيت وصلتي لفرنسا سجلتي ولادك في القنصليه فرنسا؟ اشهر كنت سجلتهم. قديتيني ما خليتي لي فيلم. لا لا وليت سجلتهم. اللي عليك درتي سجلتيهم في فرنسا. أيوة. اللي سجلتيهم مشاو تيقراو وكبروا الدراري. كبروا. ولدك بغى يتزوج. بغى يتزوج. ما عرفتيش علينا وهي تعكست. يا حبيبي مازال دابا ما خلينا نقدوا غير الوريقات. قدوا الوراق اسيدي. بغيتي تزوج ولدك، ولدك صافي وجدتوا العرس وجدتوا عرفتوا لاداط لاداط كلش. مشيتي للقنصليه ديال المغرب في فرنسا، شنو قالت لك؟ ديال فرنسا قال لي خصك تجيب لي الازدياد ديالو فين زاد الولد. ما قال عيب. باش هو يعطيني شهاده العزوبه ديال الولد، لان فين ساكن تما كيعطيو شهاده العزوبه. هزيتي الطياره، هزيت الطونوبيل، ضربت 600 قل 10، خرجت مع 5 الصباح حتى القنصليه. ولكن قبل ما نجي القنصليه كندخل لونديناتور باش غادي نبض الرانديفو. دابا ولا عندنا مشكل في الرانديفو، الا ما كانش الرانديفو ما تدخلش. فهمت. ملي كتدخل في لونديناتور كتوصل كيدير لك كيقول لك لادغيس، ملي كدير لادغيس ما كيعطيش، كيقول لك خصك تكون ساكن في برشلونه. ولان السيت ديال فرنسا. ملي جيت تمايا جيتي عاود حتى ضربت فرنسا حتى لبرشلونه، ضربت 600 قل 20 كيلومتر. هل اللي تيخلي ولادنا انهم شحال من مره كيموت شي واحد في اوروبا وتلقاو تعقيدات ومساطر حتى في تحويل الجثه؟ امام هاد الاجراءات اللي كتلقاها معقده وكتخلي حتى ولادنا ما من مراش كيديروا، تيمشيو لاميري، تيمشيو لليكليسيا، علاش باش يتهرب من هاد؟ رانا حيت تيموت حتى ولادو مساكن تلقاو مشكل في الارث. وراه كاينه الجاليه هذا، راه والله موضوع الدراري، لان عافاكم بارطاجيو هذا الشيء، ربما غادي نفكوا مجموعه ديال الاطفال اللي تيعانيو هنا امام هاد التعقيدات اللي تيقول لك هاد السيد. تيقول لك انا مهاجر مغربي، عشت في اسبانيا بحالي بحال جميع الجاليه، مشيت عاوتاني لفرنسا، استقريت فرنسا وكبرت ولادي في فرنسا. الجاليه المغربيه ما من مره، وحنا مازال تنذكروا الزلزال ديال اكادير، غير وقف كاميرامان، الزلزال ديال اكادير، وخاصه شنو عطانا الزلزال دكادير، ان عدد القتلى ما قديناش نعرفوه شحال من واحد مات في المغربيات والمغاربه. علاش؟ لان لقينا الاغلبيه ما مسجلينش في القنصليه. هاد سيدي مشى هو سجل ولادو في القنصليه ديال اسبانيا، مشى لفرنسا سجل وليداته في القنصليه ديال فرنسا، دابا بغى يجوج ولده. الحمد لله الشملة غيتجمع من اللي غادي يبغي هو لا بدا، وعرفتوا الطقوس ديال المغاربه والفاكانس. والحمد لله في زمن كورونا 3 سنين ما شناش العراس، غادي هاد السيدي غادي يستعد ويقاد هو وولده، ما بقاش عنده حتى شي مشكل. مشكل شنو؟ يمشي يجيب شهاده العزوبه. شوف شهاده العزوبه شنو غادي يطرا، وشحال من كيلومتر غادي يضرب عليها. مازال ولده لحد الساعه ما دار العرس. شهادة العزوبة، قصتك مع شهادة العزوبة، جيتي من فرنسا لإسبانيا. أييه. مشيتي عندهم للقنصلية. دخلت للقنصلية. نعم. يومين كشفة باش دخلت لنا كيقول لك جيب لنا الرانديفو. خلوني حتى ال 11 ولا 12. السي حميد من 8 الصباح حتى ل 5 العشية. وأنت فين؟ وأنا ملي دخلت بقيت تما داير التور، لأن ما عنديش رانديفو. ملي دخلني تما خرجت غدا ورجع. إلا خرجت ما غاديش ترجع. مناش وانت فوش القنصليه لداخل؟ لداخل لداخل. شوف السي حميد، شت تما واحد الحاله والله العلي العظيم، الا كيجيو يسجلوا ولادهم، ولادهم مازال صغار. لا حل قلبك، حنا والله الا بغيت حتى المسؤولين هنا، راه حنا تما واحد يلا هذه الشهر باش دوزنا اليوم العالمي. شوف السي حميد، انا شتها، انا عندي ما نتحمل المسؤوليه. نعم. تما واحد الصلاصال كيجيو النساء يلا مزوج والدين 15 يوم 20 يوم 15 يوم 20 يوم كيجيو يحطوا ولادهم. نعم.
والله سي حميد باش غادي يبدلوا لدوك الوليدات دوك الوليدات دابا دوك الصبي كدا ما عندهمش فين يبدلوا لان تيبد مسغي قدام الناس تما مساكن كيدرقوا تما في الدروج السي حميد ترضع ولدها مسكينه باش غادي تبدل له حوايجو نعم لان بلاصه الدوش مبلعب الساروت كيبلعها الموظف كدايرينها خاص الموظف انا كنتحمل المسؤول ممنوع انا كنتحمل المسؤول خاطري كتقول انا كنتحمل المسؤوليه السي حميد نعم كشتها تما المراه ماشي وحده ولا زوج كتبدل الولد الصابي عنده 20 يوم 15 يوم كتحشم كتضل لواحد الجهه ولكن الموظفين عندهم الساروت كيجيو كيحلوا بالساروت ملي كيخرجوا كيبلعوا الساروت ويلا خرجات مسكينه وما عندهاش رانديفو مشات غير للطوالتو الولده مشى لها كاع تعاود نهار اخر نهار اخر قربنا قربنا نهار اخر السي حميد نعم تفضل انا هذه كنتحمل المسؤوليه كمل وملي كنجي دابا السي حميد دابا جيت انايا باش غادي الولد غادي نسجلو شبتو في الروجيست ماشي مسجل ملي صبتو ماشي مسجل قالوا لي دابا خصك دابا انا ما نقدرش نسنيي ما نقدرش نحطولك في الحاله المدنيه قلت لها علاش قالت لي انت في الحاله المدنيه كاين ولكن الخلاف ديال هذوك اللواله دابا كتهضر لي على 95 على 99 الالفين قلت لها بدي راني انا حطيتو ولا تعيطت في التليفون ولا واسمو دارت جات حطاتو لي في الروجيست وعطات لي ليزديات ديال الولد واللي ضربت عاوتاني 600 كيلومتر مشيت للقنصليه ديال مارساي درت له لاكارت الولد ملي درت له لاكارت وصل على الوقت باش غادي يعني نجيب شهاده العزوبه ملي جيت باش ندي شهاده العزوبه من السي حميد عاوتاني جيت بلا التور لان الرانديفو ما يقدرش يعطيوه لك في فرنسا لبرشلونه ما يمكنش ما يمكنش عييت اذا خص اي واحد جا من فرنسا كيبقى خصو يجيب لا رانديفو ولا دخل ما يخرجش لا يجيب لا رانديفو ما يدخلش انا السي حميد ما دخلش كاع ما دخلش كيقول لك روح قبض الرانديفو وانت ملي كتبغي تقبض الرانديفو ما كيعطيوكش في لونديناتور فوقاش ما كيعطيولكش حالات الحالات انا حضرت مع واحد السيد عاوتاني جا من باري خلط تما كيقول له انا ما عنديش الرانديفو ما بغاش لونديناتور كيقول له ماشي شغلنا دير لادغيس ديال برشلونه الا ما كانش لادغيس دارها من باري ما تدوش ما كدوزش انا كتحمل المسؤوليه عندي واحد الاخ ديالي في مايوركا عيا فيها من مايوركا ما بغاش تدوز كيقول له اعطينا لادغيس ديال برشلونه نعم سمعت السي حميد نعم ملي دخلت وليت درت لاكارت للولد ورجعت باش ندي شهاده العزوبه وضربت 600 كيلومتر وكنولي 600 كيلومتر حاينك مع شهاده العزوبه ديال ولدك حل الزياد وشهاده العزوب ملي خرجت هذيك الموظفه تمايا بلا ما نذكر السميه ديالها كتعرفني دابا راني وليت تما كيعرفوني قالت لي درت لاكارت للولد قلت له ايه درت له لاكارت قالت لك لا دابا راه مسجل على جوج خطرات عاود ولا ولدك مسجل في جوج ديال الروجيستر جوج ديال الروجيستر ملي ولات تما دابا عندي ما يثبت عندي حاله المدنيه ضربت على هذيك النمره ودارت النمره اخرى قالت لك دابا خصك تولي تبدل لاكارت ناسيونال دابا الا ضربت لاكارت ناسيونال ما راهش ما كاينش ما كاينش ما كاينش وانا درت له لاكارت ناسيونال واو دابا ولدك دابا ما قدرش يتزوج ما دابا شوف دابا عطاو لي نص عطاو لي كيقولوا له عطاو لي شهاده العزوبه ولكن ما نقدرش نقول لك ما نعرف الروجيست القديم ولا الروجيست الجديد ما فهمتيش ما عرفتيش دابا انت لدابا ما تقدرش تعرف مشيت عندي البنت عندها 19 عندها 20 عام زاد في 2002 عاود باغي عاود نجيب لها ليزديات ديالها والله السي حميدي ما لقيتها مسجله ما مسجلاش كاع وانت سجلتيها انا عندي ما يثبت عندها حالة مدنيه عندي حالة مدنيه وعندها الباسبور وعندها الباسبور النهار اللي زادت كانت مازال ما دارتش الناسيونالي شكون عطاك الحاله المدنيه القنصليه القنصليه والروجيستر ما مسجلاش دابا ما مسجلاش الروجيست هادشي خطير راه لادمينستراسيون كتبين بين كاع فراجيل عندهم انا كنتحمل المسؤوليه السي حميد انا عندي البنت والولد مسجلين في جوج ديال الروجيست جوج ديال الروجيست قال لك اللي كانوا خدامين هنايا قال لك دوك الروجيست ما بقاوش شي موظف دابا الموظف قديم ما قالت لي ذاك الموظف قديم قالت لك دابا هو اللي كيتحمل المسؤوليه قلت لها دي راه ذاك السيد الله يرحمه ويوسع عليه لان عندي الخبر ديالو مات واش غادي يمشيو عنده فين راه مدفون
دابا انت راكي بلاصتك انت خصك تصلحيها. خصك مع شهاده العزوبه. مع شهاده العزوبه مع ولادي وعندي ما يثبت عندي حاله المدنيه ديالي محدوده. اخي المتتبع الكريم والله العلي العظيم كثرت الهم تضحك. قصت هاد السيد مع شهاده العزوبه لا لشيء الا انه بغى باش يجوج ولده لان بغى يجوجو بالطريقه الاسلاميه وبالقانون المغربي وبين تكون عند وليداته الحق ديال الارث. اما كل مشده الإنجليزية في نص ساعه تيرشوه بواحد الماء وتيعطيوك واحد الورقه بين صافي تزوجتي وهما تيعطيوك الكادو. دابا هاد السيد الغريب في الامر انه خسر كثر في الوراق والجريمه بين فرنسا واسبانيا كثر من العرس ومازال تيقلب على شهاده العزوبه. ملي جاب شهاده العزوبه لولدو لقى عنده جوج شواهد عزوبه وجوج د الروجيسترات لان ربما كاين خلل. وهذه رساله للسيد القنصل العام تنتمناو بكل احترام ان اعاده النظر لان راه ربما غير سيرته الغدا بالنسبه لواحد جاي من دوله لدوله مع الازمه اللي كتعيش اوروبا. وحنا كنشوفوا الجاليه المغربيه رغم الازمه جات الحمد لله بكثافه باش تشوف بلادها. فتنتمناو الدعم ديال هاد الناس. انا لا انت كتهضر وانا نتذكر واحد القصه ديال واحد السيد في الرشيديه اتصل بقناه شوف تيفي لازلت اتذكر. نعاودها لكم حنا جالسين الجميع. واحد السيد من الرشيديه عنده واحد القهوه في الميريا زلق في القهوه ديالو صيفط لمو واحد التصويره بين زلق مو الله يحسن العوان بقات غير تتبكي ملي شافته في السبيطار وكثر التيويات غير تتبكي. قالت لهم ولدي مات ولدي هكا هو مسكين على مو غير خرج من السبيطار قطع الورقه لهنايا على ثلاث ايام وصل المطار ديال مراكش خرج قال لك معاه عطيت للبوليسي لاكارت ناسيونال وعطيته الباسبور قال لي انت راه ما تتبانش كاع. قال لك قلت هذا غير تيخربق ولا سيت خاسر. قال لك طبع عليا خرجت. ملي مشى شاف مو جا باش يرجع هنا لقى راسو بانه كاع ما مسجلش لا الحاله المدنيه ديالو لا اللي يجيك لا 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 بانه مقيم وبقى مسكين تايه في الرشيديه كان غادي يدير محاوله انتحار. تسخلات قناه شوف تيفي مشكوره وشكرا للجنود الخفاء. مشينا حتى للرشيديه لقيناه في واحد الجرده مسكين صافي دخل صافي القهوه ديالو تشتات مول الكرام قيدو تما الخدامه تيقيدو فيه هو حيت يمشي للمطار تيقولوا له انت ما تتبالناش كاع ولا تيقول لك واش انا عايش ولا ما عايش. مشى هو ومرته للمحكمه لقى بان تمسح من السيستم في الاخر من اللي رجع وتدخلت الحمد لله دخلوا ايادي نقيه اللي شكرا للسيد الحموشي والاجهزه الامنيه وتم استدعائه وبالتالي مشى مسكين بحالاته ولقى بان خطا داروا موظف قنصليه عود ما يدير اكسبتي دار له افاسي ويتحيدوا لي دوني ديالو كاع. تنتمناو احنا تنشوفوا اليوم واحد اللي جا باش يجوج ولده فرحان مسكين ناشط معيط على العائله وعرسوا العرس قاصحه بزاف باش تقول العرس عندي في شهر 7 شكون اللي بغى يتقاضي الراجل بان ولده ايوا انا كشي غادي يقول لا دبز وش يقول عنده تثقاف شي يقول له تجيجه دخلوا في نظر الخاويين بغى يقول الضياف غير شهاده العزوبه هي اللي خلاتنا حتى العام الجاي نديروا العرس نخليه يستمر. والله والله السي حميد شوف انا عندي الاخ الاخوان ديالي كلهم في الاسبان كانوا دايرين باش غادي ندير العرس في شهر 8 وليت هنايا اجلت دابا من على دوك الورق خوتي كاع اجلوا هذا العرس هذا حتى لشهر 12 دابا ولاو خلاو حتى لشهر 12 لان علاش دابا ذاك العرس اللي كنا غادي نديرو في شهر 8 لقيت المشكل مع شهاده العزوبه يلا جا الولد ديالي دا 15 يوم لان عنده هو خدام على العام. وغيجوج مغربيه ولا فرنساويه؟ مغربيه. وفهمات شهاده العزوبه تاقت مسكينه ولا؟ دابا راه دابا النسيب ديالي راه الصديق ديالي هو عارف دوك الحوايج كيقول لي جيب هاد الورق ها سمو طلبوا لي ها القاضي ها سمو طلب هنا. دابا حنا هنا في المغرب حنا تلقاو مشكل في شهاده العزوبه ديال البنت. لا ولا دابا با العروسه حاير شهاده العزوبه ديال با العريس. اييه سي حميد ودابا دابا ذاك دابا الولد ديالي جا دار الزوجيه وهذا العرس هذا اجلته لشهر 12. اجلتوه العرس؟ اجلنا العرس لان لقينا المشكل في الوراق ديال القنصليه وكنشدوا السي الوزير بوريده يشوف هاد الحوايج ويتصل بالسفيره راه السفيره في مدريد وكنعرفوها مناضله وغادي تشوف لنا هاد الحاله ديال المواطنين ديال المهاجرين. انا كيخدمني الحاله السي حميد ملي كنمشي تما كنسيب شي حوايج ما ان شاء الله لا اله الا الله. دابا انا لو كان ولادي قاريين تمايا وبقاو تمايا ما يقدروش. تعرف شنو قال لي الولد ديالي؟ قال لي با كاع ما نديرش كاع انايا. اه
قال لي ما نديرش. الولد غيبغي يمشي لكليسيه احسن له. ما بغاش. ايه يمشي يتزوج عند الكليسيه كاع وغادي يدخل في مشاكل ويولد الدراري عاود واش يورطوا واش ما يورطوش واش. بطول عمرو حاليا السي حميد عندي حاله المدنيه لان ملي كتسجل ملي كيزيد عندك شي ولد في الاسبان كيقول لك ها السميه وغادي تصيفطها للقنصليه الا دابا القنصليه وافقه عليها كيسجلوها في الا ما كيوافقش عليها لا وخطاو لي في حرف واحد ملي كنمشي دابا بنتي عندها 22 عام ملي كنمشي باش غادي نعوضها في الحاله المدنيه واسمو كيقولوا لي كيقول لي خصك يعوضها القنصليه يعطيك الطوريزاسيون وجيبوا لهنا غادي نعوضوا لك السميه ديال البنت حرف واحد دابا مشيت عندهم ثلاثه الخطرات على حرف على حرف باش يعطيو لي الطوريزاسيون باش ندفعوا للمحكمه ديال الاسبان باش يصلحوه وتخيل بنتي وقاريه ان شاء الله راه مشات بعيده دابا راه طالعه لباريك وعندها الدبلومات ديالها وعندها كيقولوا له ولكن خص لها حرف وبقات لها عامين غادي دير غادي تمشي تخدم على راسها ولكن غادي تلقى المشكل في ذاك الحرف ملي كنمشيو دابا غير باش نبض الرانديفو نمشي لبرشلونه ما كيخليو ما يعطيولناش الرانديفو وكنلقاو المشكل عاوتاني باش غادي تدخل باش غادي توصل تما وباش غادي تستنى سي حميد قصة وأخي المتتبع الكريم وهذه رسالة إلى كل مسؤولين والله العلي العظيم أنا أتمنى من البعض إعادة الاستماع لخطابات صاحب الجلالة في اتجاه الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر الكل الحمد لله تيشهد بأن المغاربة هادوك مساكن كاع اللي ماتوا اللي قتلهم رصاص الغدر ديال حكومه الكبرانات اللي بلا رحمه بلا شفقه ها هما حاملين الجوج ديال الجنسيات الجنسيه الاصل الام والجنسيه الفرنسيه ولكن في العطله فين اختاروا يدوزوا الكونجي ديالهم في بلادهم وهما ماتوا شهداء في بلادهم فتنتمنوا رأفة بالجالية المغربية لأنني أنا كمغترب سابق اغتربت وحسيت بهذا الرجل وحسيت أنا ذاك والله العلي العظيم لأن الحمد لله تبدلت الأوضاع كانت مش حال هذه واحد البنية قدامة في القنصلية ودخل مسكين واحد وأنا تنشوف فيه جاي داخل مسكين عاد جاي حراك مسكين البرد ومخلوع عين يشوف كيدير لوريقاته وصل شاف السمية ديالها هنا هو يقول لها مسكين بالسمية سماها وعيط عليها فلانتا عافاك عطي غير حيت سماها فلانتا وهو موسخاش دارت له بالسبان فرأفة تنتمنى احنا لا نشكك في مجهودات الجبارة ديال 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 الإخوة القناصلة وسفراء صاحب الجلالة وحتى القائمين في الشأن ديال على صعيد القنصلية أو السفارة فغي تنتمناو رأفة بهذه الجالية تسهيل المساطر هاد السيد يقول لك أنا ولادي ولدتهم في إسبانيا كتب لي الله أنني مشيت خدمت في فرنسا من بعد ما ولدت ولدي 15 يوم مشيت نجري للقنصلية فرحت بولدي ومشيت سجلته في القنصلية بكل الفخر لأنه مغربي يتسجل مغربي شاءت الأقدار مشيت لفرنسا حيت مشيت لفرنسا بغى ولدي كبر وبغى يتزوج مشيت للقنصلية فرنسا لأن حيت حطيت الرحال لفرنسا مشيت سجلت ولدي مزيان هذا الشيء اللي تنشد أي واحد خصو يدير هكا مزيان ولكن الغريب في الأمر أن من بعد ما سجلوا راه ليه بغى يتزوج وملي بغى يتزوج قالوا له سير جيب شهادة العزوبة منين فين كاين هو فين خلاق فين خلاق في إسبانيا حيت مشى لإسبانيا على مستوى القنصلية ديال برشلونة غادي يتفاجئ بأن ولدك ما مسجلش هو راه عنده الحاله مدنيه مسجله قالوا له شنو الخلل قالوا لهم الخلل دار واحد الموظف ولكن راه مات وهنا غادي يخسر هذا السيد على شهاده العزوبه اكثر من فلوس العرس من هذا المنبر لا نشكك لان هذا السيد لحد الساعه وتيقول لك مرحبا بكم ولكن ماشي في هذا العام حتى العام الجاي في انتظار تحل هذا المشكل ديال شهاده العزوبه هادو مشاكل اللي كتعيشهم الجاليه المغربيه هذا نداء الاخوه القائمين كاع على الشان القنصلي في جميع القنصليات رأفة بالجالية فهذا بعدا راجل وأب فرا عرفتي كاين والله العلي العظيم أنا شفت في إسبانيا حراقة مساكن تيبغي يقد غير وراقو تيلقى السيكوريتي في الباب في إسبليوني تيصحابو بوليسي تيهرب علاش ما نديروش لا سيكوريتي ولادنا واش ما تيقينش في ولادنا علاش ما نوصلوش للباب ديال القنصليات والادارات ونلقاو ولادنا لان اداره مغربيه تعاوننا حتى في هذا الشوماج تحيد واحد تحطو تما في الباب شكون انت اللي كاين مثلا غادي نشوفو بكل عفويه في الباب ديال القنصليه السيكوريتي اللي لابسين الكساوي مغاربه لا الاكوادور كاينين زوج اكوادور انك تفك اكوادور من انت من من, من الشوماج جوج ولادنا راهم ساكن تما تيجيو تيتقلبوا على الفليني مع الخدمه هادوك من الاكوادور وفي الباب دايرين تما الطوموبيل ديالهم
بوليسيه ناسيونال، زوج بهم جالسين تما ملي يبداو حتى يبلع القنصليه. دابا الا جا مسكين واحد حارق ما يقدرش، ما يقدرش، واش خصك تمشي تحنا بالقنصليه غير يسجل راسو؟ فرأفتا حتى راه كاين، واش نجا نكذبوا؟ راه عطى الله موجود ناس ما عندهمش الاوراق، فرأفتا بهاد الناس ديروا لهم واحد البيرو، ماشي ان تقربوا المش عند الكرشه، جي بوليسيه ناسيونال حدا واحد الباب اللي غادي يجي واحد مسكين يقول انا في عاركم جيت. فتنتمنوا اعاده النظر في هذا الموضوع وتابعونا ان شاء الله، وعاهدكم اننا سنحط الرحال في برشلونه تلبيه للطلب ديال مجموعه ديال الجمعيات، ونحاولوا اننا نناقشوا، نمشوا حتى لسيد القنصل ونشوفوا القنصليه ونشوفوا الاجواء القنصليه، علاش لا؟ فكل التضامن مع الجاليه المغربيه وكل الدعم حتى مع الادارات الدبلوماسيه، وشكرا للشعب المغربي. ونخليوا اخر كلمه لهذا الاب المكلوم واللي مازال تالف على شهاده العزوبه. السي حميد كتذكرتني، كاين دابا هذه واحد العامين في دابا هذه عامين توفات لي النسيبه. ملي توفات لي النسيبه المراه ما انتبهتش للباسبور الا بالله مات، ما عندناش مشكل. ملي عيطت قال لك ما يخليوكش غادي تطلعي في الطياره. دابا الا بانت لك الباسبور ديال المغرب في اوروبا، دابا عندهم واحد ما يخليوكش تطلع في الطياره، كيقول لك الباسبور لا. فقبل كنا كنجيو بالباسبور كنعاودوه وكنبدلوه، ما كان حتى شي مشكل. ولكن دابا كيقول لك ما تطلعش في الطياره حتى تجيب توريزاسيون من عند القنصليه. مشيت للقنصليه ديال مارساي، قلت له ودي النسيبه مات، المره ديالي باغي نسيفتها، وصيفت صيفت الولد، مشيت للمدرسه عطاو له واحد اليومين باش ديال غادي يخلي القرايه يومين، لان كان جا كونجي ديال 15 يوم. نعم تفضل. ملي غادي تجي ديك 15 يوم جيت ديت الولد، جا مع امو وجوج وليدات، انا عندي الخدمه ديالي ما نقدرش نجي. من بعد ملي مشيت للقنصليه عطاو لهذيك التوريزاسيون وحيدوها من لونديناتور. ملي حيدوها من لونديناتور عطاو لي ديك الورقه باش عاد لك يعطيو لها واحد الورقه تدفعها هنا مع الباسبور باش يبدلوا لها، لان محيده دابا فرنسا خصها تسجل في المغرب. نعم. ملي خلطت هنا عمرت الدوسي ديالها وصيفطاتو له ودفعاتو له على ذاك الباسبور باش يتبدل. صبرت 15 يوم. نعم. ملي صبرت 15 يوم ملي صبرت 15 يوم ردوا لها الملف ديالها، قالوا لها انت مازال مسجله في مارساي. ولات الولد ديالي حتى قطعت عاود باش جا واحد السيد اللي عنده قل من 18 عام ما يخليهوش يطلع على الطياره. جا مارساي باش جي صيفط واحد خوه داه معاه باش يكمل القرايه ديالو، والمراه باش غادي جات على 15 يوم باش تدفن امها، قعدت هنا شهر ونص. كتب لها الله باش دوز 40 مع امها. وتنتمناو والله تفعيل حتى بعض الفروع في مجموعه ديال الادارات العموميه اللي كاينه تعليمات الحمد لله على تسهيل المساطر بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر. كنشوفوا دوك البارات يتحلوا غير في حيت يقرب اليوم اليوم الوطني للمهاجر. فتنتمناو نشوفوهم ديما، وعلاش لا؟ لان المهاجر الى غير جهنا وبشا في متاهه، فما بالك اللي في بلادات الناس عاود يلقى نفس المتاهات. فتحيه لكم، وهذا جزء من الواقع. كان معكم اخوكم حميد العقاوي، وهذه المره من الرباط.